للاطلاع أكثر على جاهزية المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة ينضم إلينا من مستشفى ميناء الوادي الزميل مراسل أخبار السعودية سعيد الحمد. مرحبا بكم سعيد، لو تطلعنا إذا تكرمت على سير العمل وأيضا كيفية تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة على جاهزية هذه المرفقات لخدمة الحجاج. مساء الخير وكل عام وأنت بخير، كل عام والمتابعين السادة المشاهدين بأتم صحة وعافية، كل عام أيضا، وهذه الأرض التي عشنا فوق ثراها وحيينا على طيب هواها أن تظل بأمن وأمان ورخاء ونعيم في ظل قيادتها وشعبها. منذ بداية أزمة كوفيد-19 والسلطات الصحية في السعودية تعمل وتتحدث عبر متحدثيها وقادتها عما سيؤول له حج هذا العام وعن مصير حجاج بيت الله الحرام لهذا العام الاستثنائي في ظل هذا الظرف الصحي الاستثنائي. قدمت أيضا جهودا استثنائية لنجاح حج هذا العام. للحديث عن الجهود الصحية وكذلك عن الأيام المتبقية في حج هذا العام ينضم إلي الآن ضيفي الدكتور موفق أبو طالب، وهو مدير إدارة الحج والعمرة في صحة مكة المكرمة. حياك الله دكتور موفق ومساء الخير وكل عام وانت بخير. حياك الله أخي محمد، وأحب أهنيك بعيد الأضحى المبارك وأهني جميع المشاهدين والمشاهدات، جعله الله إن شاء الله ينعاد علينا ونحن في أحسن حال. غدا هو آخر يوم سيبقى وسيظل فيه حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، كيف تقيم المؤشر الأداء الصحي خلال هذا الحج؟ طبعا الحمد لله احنا اليوم في اول ايام التشريق، احب اطمئن الجميع بان الوضع الصحي للحجيج الى هذه اللحظه جدا مطمئن، لم تسجل اي اصابات معديه او غير معديه، وان شاء الله غدا ستستمر وزاره الصحه في متابعه الاجراءات الوقائيه لحجاج بيت الله الحرام، طبعا عن طريق مجموعة القادة الصحيين الذين تم اختيارهم وبعناية بناء على خبراتهم في السنوات السابقة وأيضا بما لهم من كفاءة في مجال مكافحة العدوى، حيث يرافقون مجموعة من الحجاج خلال رحلة المناسك، مناسك الحج. غدا إن شاء الله يوجد لدينا رمي لجمرة العقبة ومن ثم التوجه إلى المسجد الحرام لطواف الوداع. سيكون دور هؤلاء القادة هو متابعة الإجراءات الاحترازية كما أسلفنا، من تباعد مكاني، من لبس كمامات، إلى وصولهم إن شاء الله ومغادرتهم الحرم المكي الشريف إلى المطار. ماذا عن مغادرتهم؟ هنا أتوقف، ما هي الإجراءات الاحترازية التي ستتخذونها بشأن مغادرة حجاج بيت الله الحرام من الفندق وأيضا إلى المطار إلى وصولهم إلى بلادهم؟ طبعا موضوع التنقلات موضوع مهم جدا اهتمينا فيه من بداية رحلة الحاج، فكما تعلم ويعلم الجميع بأن السعة الاستيعابية للباصات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى 50% من سعتها الأصلية، وأيضا نكون حريصين بأن الجميع مرتدي الكمامات، هناك العديد من معقمات الأيدي مثبتة وبشكل جيد وموزع داخل الباصات. سيتوجه إن شاء الله الحجيج يغادروا إلى منازلهم، سيكون هناك إن شاء الله عزل منزلي لسلامة الحجيج في منازلهم لمدة 7 أيام، وستتواصل وزارة الصحة مع الحجاج للإطمئنان عليهم بشكل مستمر خلال 7 أيام، وأيضا سيتم تفعيل تطبيقات لازمة مثل تباعد وتطمن وتوكلنا وهذه الأمور. شكرا جزيلا لكم وعلى القوة إن شاء الله. شكرا أخي محمد وكل عام. إذن كما شاهدنا في هذه اللحظات كهذا كان حديث الدكتور موفق أبو طالب وهو مدير إدارة الحج والعمرة في صحة مكة المكرمة. شكرا جزيلا لك سعيد، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم الدكتور موفق أبو طالب على كل ما قدمتموه لنا من معلومات وإيضاحات، شكرا لكم.